فيك عشان أبلغك مضمون الخطاب وأرفع للجهة المسؤولة نتيجة اجتماعي بك. بس الخطاب ما في شيء يلزمني أني أنقل قبر. صحيح، لكن المطلوب أني أجتمع بك يا وعلان وأبلغك بضرورة نقل القبر، وفرصتك تكون الموافقة من عندك وتكسب المسؤولين بدل ما تحط نفسك في مواجهة معهم. المسؤولين ما تجهلهم عواقب الأمور، وأعتقد أنهم متفهمين وكاتبين في الخطاب نتفهم. هم متفهمين، بس باقي أنت تفهم. دل ما أنت قاطع أرزاق هالديلة، السد هو السد ينفتح وأنت مقفل على ربعك. السد دونه ماء، وأنا سدي وراه دم. وزن كلامك يا بن سلام. يا وعلان كلامنا عن القبر. وأنا آخر كلامي مثل أول طال عمرك. قبر نياف ما هو منقول لأن يجيبون فواز. يعني أرفع للمسؤولين برفضك. وما يحتاج تستدعيني مرة ثانية طال عمرك. راي يعرفونه كل هالديرة، وأولهم بن سلام. القبر ما هو منقول له في حالتين، تجيبون راس فواز ولا تدفنوني مع أخوي. سلام عليكم.